كل تميل يوم الحقائق يوم مشاهدينا. هذه الشعارات التي أتت من كل حد وصوب لتحط الرحال هنا مشاهدينا بهذا الانطلاق الجميل. مقدمة الشوط مباشرة والمركز الأول والصدارة مشاهدينا لتتقدم مشاهدينا هذه البطلة المقدمة مشاهدينا في هذه اللحظات ومقدمة الشوط. الله لحمد بن يوان بن حمد الشامسي هي من تتقدم جوارح بكل جوارحها الجميلة بكل أداء ممتاز. المركز الثاني تليها مباشرة هناك أرى مشاهدين في هذا التقدم الجميل والأداء المميز مشاهدين من خلال هذا التقدم مشاهدين. وهنا أيضا الوصول الآخر والتقدم مشاهدين من مشاهدينا. ما زلنا معكم نتواصل في هذا الشوط الخامس والعشرون. هنا الوصول والقدوم الآخر والتقدم مشاهدينا من خلال هذا الوصول الجميل في هذه اللحظات والتي وصلت وتسللت في هذه اللحظات كما نتابع وذكرناها جوارح عند أيضا الشامسي الذي تقدم بهذا التقدم الجميل والرائع والممتاز في المركز الأول والصدارة. ما شاء الله يا السلام وصول وقدوم وتقدم آخر من قبل غريبة التي وصلت هذه اللحظات لحمد بن عبيد بن حمد بن عفصان. هنا مشاهدي الأعزاء رائع عطوة بينما المركز الثاني من الجانب الآخر الدخول من ميونخ لهيان بن محمد بن سليم بن بطي بن سهيل التي وصلت من الجانب الآخر بينما مشاهدينا وصول آخر وتقدم من قبل حشيمة لسيف بن حميد بن صليط نعم التي وصلت هذه اللحظات الاكتبي. يا السلام يتقدمون بحميد بهذا التقدم الجميل بينما هذه المشاركة الفعالة وصول آخر وتقدم من قبل التي وصلت وتسللت في هذه اللحظات تقدم جميل مشاهدينا من خلال الوصول والتقدم من هملولة لبدر بن غدير بن حمدان الوهيبي وصول ممتاز أيضا آخر من الجانب الآخر والتقدم من قبل مرموقة لعلي بن هزيم بن محمد المسافري المركز السادس وصول ايضا وتقدم جميل مشاهدينا من قبل شقره والشقره لاحمد بن عمر بن عبد الله بن جمعه العامر التي وصلت هذه اللحظات ايضا وصول وقدوم من منصور بن ناصر بن سرود هنا يتقدم في هذه اللحظات. يا السلام عودتنا مرة أخرى إلى مقدمة الشوط الشاهينية مشاهدينا التي وصلت لسالم بن مبخوت المنهالي من بدأ تتقدم بهذا التقدم مع الشعار الوثباوي. هنا مشاهدينا أيضا عطوة للهداف يا السلام هادف بن حمد بن عفصان المنصوري الوصول والقدوم من الجانب الآخر أيضا وصول ممتاز من الذيبة لأسعد بن بطي بن سويدان الجنوبي ماخذ زاوية من الجانب الآخر وصول وقدوم آخر. هنا تقدم من قبل الشهامة لحمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي وصول أيضا وتقدم ممتاز بجوارها. هناك الظبي لمحمد بن سعيد الخريبان النعامي وصول ممتاز وصلا بقوة. الشعارات وصلت والشوط أيضا بدأ يزداد أيضا قوة وتقدم. شوف الوصول شوف الوصول الله وصل الشقرة شقر لأحمد بن عمر بن عبد الله بن جمعة العامري التقدم ممتاز الأداء جميل ما شاء الله الشكل والنظام الكل أيضا يتاخل. راح بن سرود راح يكون أيضا شعار بن سرود الشعار الرمحاوي الجميل وصول وقدوم مشاهدينا من قبل أيضا التي وصلت حربة لمحمد بن ناصر بن علي الخيالي يا بن يا سلام. والوصول الآخر هنا فتنة للحمادي بن عبد محمد السلمي والشاهينية لسالم بن مبخوت سالم مبخوت المنهالي مع الشاهينية زادت بسرعتها تقدمت. هناك ايضا وصول وقدوم مشاهدينا لعنوان لحمود بن عبد الله بن شامس المحاربي بدأ يحارب روح المحاربي حارب بقوة في هذا الشوط من اجل انتزاع نقطة غالية في هذا المهرجان الغالي. سلام يا المحاربي سلام على هذا
قدومها ممتاز وقوتها قوية. عنوان الشوط، عنوان الشوط حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي. سلام سلام. المركز الثاني الشاهينية لمبخوت ايضا المنهالي، والمركز الثالث التي وصلت المركز الثالث كانت اداء محمد بن ناصر بن سرود الخيالي. المركز الرابع فتنة الحميد بن العبد المسلمي، والمركز الخامس وضوح لسالم بن راشد بالحبالة. مشاهدينا الاكتبي، الاداء جميل للقاية مشاهدينا، وكان الشوط ايضا باداء ممتاز قدموا لنا ايضا هنا بن شامس الذي قدم لنا بالفعل اداء ممتاز بالمركز الاول والصدارة. 5 دقائق و57 ست اجزاء من الثانية. تهانينا لايضا مالك مشاهدي الاعزاء حمود بن عبد الله المحاربي. عنوان والمركز الثاني الشاهينية سالم بن مبخوت المنهالي، قدم الشاهينية باداء جميل بتوقيت زمن وقدره مشاهدينا. 5 دقائق 58 وجزئين من الثانية. المركز الثالث شعار بن سرود، لو التحية ناصر بن سرود الخيالي محمد بن ناصر بهذا الأداء الجميل أيضا قطعة المسافة، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين. 58 أربعة أجزاء مشاهدينا مع الدقائق، لكم التحية. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام مع استمرارية انطلاقاتنا الصباحية لهذا اليوم، 30 شوطا من انطلاقات المحبة والتحدي والسلام والمنافسة.